قافلة كبيرة كانت رايحة من البصرة لبغداد، وكان فيها أكتر من 150 جمل متحملين كلهم بالبضايع من كل الأشكال والألوان، وكان فيها تجار كتير، وكانوا معهم كمان ناس كتير مسافرين. ولما وصلت القافلة لمكان يعرفوا يستريحوا فيه، لأنهم كانوا تعبانين جدا ومرهقين جدا، فناموا على طول. ولما صحيوا جه واحد من التجار قاعد يصرخ ويقول: كيس النقود بتاعتي اتسرق. فطبعا القافلة كلها اتجمعت حوالينه وكانوا بيسألوه، فقال لهم: أنا ربطت حصاني في النخلة وفرشت في المكان ده وأكلت لقمة زي ما كلنا عملنا، وحطيت كيس الفلوس بتاعتي تحت راسي ونمت شوية، ولما صحيت ما لقيتش كيس الفلوس. فواحد سأله قال له: الكيس ده كان فيه قد إيه؟ التاجر قال له: كان فيه حوالي 1000 دينار ذهب. فالراجل قال له: ما تقلقش، إحنا هنروح لقائد القافلة وهنقول له على اللي حصل. ولما راحوا لقائد القافلة وقالوا له على اللي حصل، قال لهم: إحنا محدش فينا هيتحرك من هنا، ولا واحد فينا هيسيب القافلة ويمشي إلا لما نلاقي كيس الفلوس. فواحد قال: خلاص نتفتش كلنا. فالتاني قال له: إحنا كلنا معانا دنانير ذهب وكلها شبه بعض. فرد عليه وقال له: احنا اكيد هنعرف شكل الكيس اللي كان فيه الدنانير الذهب، اكيد التاجر هيعرف شكل الكيس بتاعه. فواحد رد عليه وقال له: طب ما هو ممكن اللي سرق يكون اخد الكيس رماه في حته وحط الدنانير الذهب في كيس تاني، برضه مش هنعرف. فقائد القافله قال لهم: امشوا انتوا دلوقتي علشان انا هجهز حبل الاعتراف. فكل اللي واقفين استغربوا، محدش سمع عن حبل الاعتراف ده قبل كده. ولما سالوه قال لهم: امشوا انتوا دلوقتي وانتوا هتشوفوا بعينيكم وهتعرفوا معنى حبل الاعتراف. فرجع قائد القافله للخيمه بتاعته وجهزها وحط فيها حاجات معينه ونادى للكل وقال لهم: الخيمة دي ضلمة من جوه بس موجود فيها حبل مشدود من اول الخيمة لاخرها، هو ده حبل الاعتراف، وكل واحد هيدخل منكم هيمسك الحبل ويمشي لغاية الناحية التانية من الخيمة وهو بيقسم بالله ان هو ما سرقش كيس الدنانير. فقالوا له: ايه اللي هيحصل يعني؟ فقال لهم: الحبل ده بيفرق بين السارق والبريء، لو مسكوا حد بريء الحبل ده مش هيعمل له اي حاجة، بس لو مسكوا السارق الحبل هيتلف حواليه وحوالين جسمه. فكل الناس دخلت وخرجوا من الناحية التانية. فقائد القافلة قال لهم: وريني ايديكم. فكلهم رفعوا ايديهم لفوق، فكل الناس كانت كفاه لونه اسود الا واحد بس، وطلع ان قائد القافله كان دهن الحبل بالحبر ومحدش كان عارف. فكل الناس مسكت الحبل لان هم كانش حد خايف الا اللي سرق، كان خايف يمسك الحبل علشان ما يتلفش حوالين جسمه. وبكده عرف كل الناس مين اللي سرق واعترف بفعلته ورجع الدنانير الذهب لصاحبها. القياده مش بس معناها ان انت تكون قوي، لازم تكون ذكي ودماغك شغاله. لو انت في موقع قيادي لازم يكون عندك حل لكل المشاكل اللي هتقابلها، حتى لو مشكله باين لها انها ملهاش حل. انتوا كنتوا بتسمعوا ايمن الجوهري.